وهذا المعلومه هذه عندي مسجله من عند المجاهد هذا عبد احمد هبوب وكبير من عزابة ولي الشرف تلاقيت معاه. سألته انا قال لي دار المعسكر باسم عسكري دار المعسكر بارقام البناء بكل سبعة مليون تحية عسكرية. قلت له واش كليتو في هذيك السمانة تاع المعمر؟ قال لي نهار الأول روبا شو ومن بعد روبا فروح روبا شو شنو هي بطاطا راجل كسرة فاشلة. السلام عليكم، كيف شحال تكونوا بخير وعلى خير؟ جولة جديدة في عنابة. اليوم بدينا نصوروا في لايلان، انا حاطين نجيب شون مارس وفرماج وكاشير نعديو لاري دي جو ونروحوا ما نعمل لكم راهم هنا من السيات تاع البصله الخضراء ومن السيات تاع الطماطم والكسر فقط فقط يعني باش تشوف الرجال وتزرع الماء وهما بداو من 22 سنة إلى 40 سنة أكبر حاجة في العالم. Quand ça roule, ça fait 3h, 3h15, 3h, tout dépend de la circulation. D'accord. Vous êtes un bon conducteur, vous. Vous êtes prudent. Pas du tout, je suis prudent, certes, mais un bon conducteur, voilà comme disait la dame, c'est un bon conducteur, c'est celui qui rentre le soir chez lui. Ah oui, ah oui, ah oui, ça on est vraiment d'accord, on est tout à fait d'accord. Qui vous attend à la maison, Mourad? Ma petite famille. Oui. Ma femme et trois enfants. Trois enfants, Larry Berg. Deux garçons et une fille. Vous l'avez deviné, je devine toujours, hein, deux garçons et une fille. Hein. Remarquez ça, vous devinez à chaque fois, c'est leur nombre d'enfants. À chaque fois, je devine. Hein. Vous n'avez pas donné la formation à Karim Belkacemi, non? Pas du tout. Vous êtes témoin. Exactement. Vous l'assurez, quoi. Je vous le dis. Allô? Allô? Non, mais attendez, attendez, vous m'avez eu là, vous m'avez eu, non, pas dans les yeux. Là, il y a eu le jingle. Aïe, 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 on va le faire. Mourad, c'était la dernière seconde, vous savez. Non, pas du tout, il y a eu le jingle, et on a envoyé le jingle du jeu, de début. C'était la dernière seconde. Amina, vous m'écoutez, vous m'écoutez? Ah bah, oui, oui. Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute. Oui, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la régie, mais moi j'ai entendu le jingle. Oui, après avoir dit oui. C'est-à-dire la dernière seconde. Non, je m'entends. Avant, j'ai dit oui, le jingle. Oui. Là, c'est moi qui vous invite à réécouter le podcast. Allez, c'est moi qui vous invite. Voilà. Je ne suis pas un mauvais perdant, mais je ne suis pas perdu. Allez, non, là. Non, faut pas croire, vous n'êtes pas un mauvais perdant. Voilà. Et vous allez vous réécouter, vous allez voir, vous avez dit oui à la dernière seconde du chrono. C'est pour ça que ça va faire, parce que vraiment, ils allaient envoyer les appels. Thank you.
نعم يعني الأستاذ اليوم يعني بسم الله ما شاء الله اختيار التواريخ يعني لم يكن يعني صدفة كان مدروسا من القادة الثورة الجزائرية لأنه لما تختار 20/55 الهجمات على الشمال القسنطيني وبعدها بسنة مباشرة المؤتمر الصمام أعتقد أنه كل شيء مدروس يعني أن ثورتنا لم ترجع فقط من الناحية المسلحة وكذلك من حيث التخطيط والدراسة كذلك كانت يعني القادة كانوا أقوياء وكانوا أذكياء. قيادة الثورة بدأت تخطط للثورة منذ كي رجعوا من الحرب العالمية الثانية بدأوا يفكروا في الثورة وكانت قيادة حكيمة ما ترميش بالشعب إلى تهلكة ماش هيا برك أجل لا كل شيء فيه التخطيط. قامت الثورة وبدأت بوسائل بسيطة جدا ورمانها كانت منظمة والثورة هذه القيادة اللي كانت تمشي بالصرامة كانت صرامة في العمل تقول لك تطلع تقول لك جيب سلاح مع الناس سلاح تروح أنت تطلع على الجبل تقول مرحبا سلام بعض البعض يحكي لنا والدي يروح لهز حفرة يسقلها بالموس في شكل بيا يحرقها بالنار يحطها في الهن من الجرار يقول لك بوليس الفرار المستعمر يهز يديه يحكي السلاح القيادة كانت قيادة مهتمة ومحبة في كل شيء. إذن قامت ثورة تحرير الحمد لله بدأت بالاستعمار قبل الصخر الاستثمار الروس أما الفلاقة قالوا كذا وكذا مبعوثين بالخارج قالوا كل وسائل باش الرأي العام العالمي والداخلي يشوهوا الثوار هذا بوندية كذا وكذا جيعانين وهكذا. بعد مرت سنة لازم تقليل المجاهدين الله يبارك الجبل قاعدين يخدموا ومش كل الجزائريين طلعوا الجبل هناك من تبطأ المهم كانت ظروف كثيرة كانت ظروف حدثت أشياء بين الثورة تعرف عام وهم يكافحوا الناس اللي يفشلوا لكن لابد أن نعطيهم دفعة جديدة يعطيك صح تعطيهم دفعة جديدة لازم تنظم أمور كثيرة. الظروف اللي صارت قبل 20/55 منها الحصار المفروض على ولاية باتنا على الجبال الأوراس وإعلان حالة الطوارئ الاستعمار عمل ليطاز يورجونس حالة الطوارئ في 3/4/55 ممنوع تخرج في الليل ممنوع الدور ممنوع حضرة تجول حضرة تجول باستشهاد بعض القادة كما الكرامي صالح منهم ديدوش مورد في 18/5/55 اعتقال مصطفى بن بولعي فكره السيد وربح بيطات في مصر 55 إذن بعض القادة سجلوها إذن لابد من التحرك. أيضا سعي الحاكم العام جاك سوستير اللي عمل مشروع جاك سوستير باش ينعد للعالم اللي راهي ثورات يعني جيعانين ماهيش استقلال ماهيش نحبسوا شعار الدولة. إذن مشروع سوستير هذا أيضا جبهة التحرير الوطني رفضته يعني وضعت حد للمشروع هذا ما طلبش كان مشروع إغرائي يعني باش يكلفوا الثوار يحطوا سلاحهم وإبعاد المساندين للثورة أيضا فإذا القائد زيغو يوسف كما ذكر بعد استشهاد ديدوش مراد فكر يعني عملية بواسطتها رايح يحقق نتائج فيها وبدون الإضراء بالمواطنين كما قال السيد عمي صالح. المشروع هذا سماه هجومات شمال قسنطيني عنده أهداف. الهدف الأول وهو فك الحصار على منطقة الأوراس باش العسكر تاع الاستعمار يجيبوا الهجوم تاعهم فيتشتوا يجيبوا الشرق الجزائري سكيكدا قسنطينة كالما كل هذه المناطق هذه الأحداث. إذا هناك قيادة حكيمة كل شيء مصفق وكل شيء هذا وثانيا الوقت هذاك 55 قبل كان انعقد مؤتمر بوندونغ في الجزيرة بوندونغ 55 تكلم عن القضية الجزائرية وبدات المساندة حركة عدن الحجاز أيضا كان تدوير القضية الجزائرية كان هيئة الأمم المتحدة تنعقد باش الناس يوقفوا معنا السلاح يعني يساندوا الثورة هناك قيادة حكيمة للثورة أكيد قيادة حكيمة ورشيدة للثورة الجزائرية. إذا المساندة كان معنا رشيد سلاحلي رئيس مصلحة الرياضة بولاية الشباب والرياضة رشيد مسندون
مساء النور ومرحبا بك اخ صبيان. اذا انت معنا على المباشر، اكيد مديريه الشباب والرياضه كغيرها من المديريات الاخرى في ولايه عنبه سطرت برنامجا كاريا احتفاء بالذكرى 20 اوت، يعني لو تضعنا في الصور رشيد بخصوص يعني اهم نقاط هذا البرنامج. بالطبع الاخ صبيان، مديريه الشباب والرياضه سطرت برنامج ثري وصافي 3 ايام اللي بدينا فيه، درنا في المنطقه تاع المقاطعه تاع درع العباش، درنا تظاهرات رياضيه وشبانيه، وان شاء الله انا الغد ان شاء الله عندنا برنامج ثري في الاجراءات برك الاداريه باش ان شاء الله نديروا منافسات رياضيه وتظاهرات رياضيه بهذه المناسبه السعيده والعزيزه على قلوب. فقط يعني رشيد غدا مش فقط يعني بخصوص البرامج يوم الغد، المكان اجراء هذه النشاطات الرياضيه فقط؟ عندنا البوسكيت تاع الله، وعندنا الرياضه الجديده الاولمبيه اللي كانت تسمى في القديم بالبريك دانس والان اصبحت تسمى بالبريكين. جاي ستكون فقط المكان مكان اجراء هذين النشاطين ان شاء الله. انا نتمنى في الترخيص باش نشوفها في ساحه الثوره ان شاء الله. نعم. ابتداء من الساعه 6 مساء ان شاء الله. هل هناك برنامج اخر ليس المديريه؟ لا هذا هو البرنامج تاعنا يعني. ان شاء الله في المناسبه الاخرى ان شاء الله عندنا برنامج جزائري خاصة هذا العام ان شاء الله. بارك الله فيك رشيد الساحلي رئيس مساحة الرياضة لمديرية الشباب والرياضة، شكرا يعطيك الصحة. شكرا ونبعدوا في الخدمة ان شاء الله. لأخواننا وشبابنا والرياضيين تاعنا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا يعطيك الصحة رشيد، بارك الله فيك. عندنا نشاطات متعددة ومتنوعة في مدينة عنابة، نشاطات رياضية، نشاطات شبابية، نشاطات كذلك ثقافية، وهذا احتفاء بذكرى 20 أوت الذكرى المزدوجة 20 أوت 55 نجومة الشمال القسنطيني 20 أوت 56 مؤتمر السمارة المساء تقريبا بعدها سنة، يعني سنة عن انطلاق الثورة هجمات الشمال القسنطيني. أذكر أستاذ ذكرت أهداف من خلال هذه الهجمات، بعدها بسنة أخرى 20 أوت 56 مؤتمر السمارة. دروك انتما ديال الاستاذ نعم بكري انا نقول له موش سكابول فاش صح، لو تكون مبحوث الاستعمار يقبلوك ماكش مبحوث يقول لك دير نفذ عمليه وفاش انا وشر نفذ عمليه دير عمليه وفاش بقات قضيه هنا كان بسكا من ميلال المنطقة هنا هي القسم دورة هادية دورة هادية من الولاية حتى القسم فيها مسؤول العسكري مسؤول السياسي مسؤول الربيطي من اللوجيستيك وحتى الانفورماسيون والشاف تاعهم ويكوافيهم الكل. دروكا هنايا كل واحد يقوم بالعمل تاعو، انت تسمح لك فقط عمي صالح، معنا محمد طاهر النايحه مستشار ثقافي بمكتبة المطالعة العمومية سليمان بركات. محمد طاهر مساء النور، السلام عليكم. مساء النور استاذ سفيان، واش راك؟ لاباس بخير انتوما؟ والله الحمد لله. ماذا حضرتم لذكرى اليوم الوطني للمجاهد 20 اوت؟ تحياتي لك استاذ، تحياتي للسيدات والسادة المستمعين إذاعة عايش بمناسبة إحياء ذكرى المزدوجة ليوم المجاهد المصادف ل 20 أوت 2024، وطيلة هذا الأسبوع عرفت المقبرة الرئيسية للمطالعة العمومية بركة سليمان بولاية عنبة مجموعة من النشاطات تسلط الضوء على تاريخنا النشيد، لا سيما هجمات شمال قسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر صومام 20 أوت 1956. والبرنامج كالتالي: معرض كتاب تاريخي من رصيد المكتبة لأهم محطات تاريخية لتاريخ المجيد، والذي يمتد من 17 إلى 22 أوت. عرفت أيضا منتدى الكتاب 24 الذي كان
يوم 17 أوت لقاء أدبي مع الكاتبة سوزان شيبوني لإصدارها الأول بعنوان عهد وينتهي اللقاء. تليها قراءات شعرية من طرف جمعية الطاب للنشاطات الشبانية للأدب الواعد وفيديو حول أحدث 20 موعد آخر يوم 19 أوت جلسة تكريمية لمجاهدنا الكبير الكاتب المؤرخ إبراهيم الوحرش وكان هناك طبعا بيع بالتوقيع. هناك أيضا مشاركة المكتبة الرئيسية صبيحة اليوم المكتبة المتنقلة مشاركة المكتبة المتنقلة ببرنامج ولائي مسطر لبلدية شطايبي. نعم. وهذه الأمسية هناك محاضرات، محاضرة مجاهد سلطان محمد عن تقارير قادة المناطق الخمس أثناء مؤتمر الصومال، ومحاضرة للأستاذ عامر جديد قراءات في كتاب عنابة في قلب معركة التحرير للمجاهد محمد جنبي. نعم. بارك الله فيك محمد طانيحة، شكرا لك على كل هذه المعلومات الطيبة والقيمة وهذا البرنامج الثقافي التاريخي احتفال بالذكرى اليوم الوطني للمجاهد. شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. حي أستاذ عامر الجديد. أكيد. نحيي عامر الجديد من هذا المنبر وراه قايم بالنشاطات ودار معايا ندوة لمدرسة الشرطة. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. نعم، ما وصفك فكرة بخصوص عمي صالح مؤتمر الصومال؟ مؤتمر الصومال. نعم، قلت تكون من خمسة يعني، خمسة على. دركا هذيك واش الرول نتاعهم؟ كوميسار بوليتيك هذاك يدير السياسة. أنت الريفيتايمون أنت تدبر راسك، تجيب الكسوة، تجيب الماكلة، تجيب كذا، يخليك. أنت عندك المعلومات تعطينا المعلومات، معلومات تاعك كلش تدرس. قال لك كاين كومبا فريت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع اليمال ومالو راني هايم همي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو وبنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا لو ما بيا غير خايف مشتاق يا مالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكرنايات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكرنايات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعون الله دعالي عليك نطرح سؤالي شوقي في الحين
قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغمعاش ديالي هادي انت ملكني راني صدق في قوالي تحت حبك يا جاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتي شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان صوتك راس خافي بالي عليك مطرح سؤالي جاوبيني بالخير قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرماش ديالي اجي انت ملكني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني بالحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي انت ملكني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد تبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين
ماشي ديالي اجي انت ملتني راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيره يا السؤال بقى متروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت الشباب السؤال بقى متروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت الشباب نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العلي عليك نطرح سؤالي جاوبي المهم قولي لي يا غزالي علاش متفرقين ظلمت ماشي ديالي اجي انت مولتني راني صدق في قوالي نحبك يا جاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين موعود ليك في السعادة والخير واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في بيك وعلاش بالغدر ماشي حق عليك وعلاش ناوية ترميني في بير علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر ماشي حق عليك بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغدارة كيف يدير
العين تنهدى ماشي خسارة فيك. انتي معودة عليا بالتدمي هكذا الخير يتعود كيديك. وعلاش يا النكرة العشرة والخير؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر ماشي حق عليك؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر ماشي حق عليك؟ علاش دي الغدر ماشي حق عليك؟ تضايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات. انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات. حتى تبايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات. انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات. لكن باين على وجهك التغيير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك. وعلاش يا بنكرة العشرة والخير؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر ماشي حق عليك؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر وعلاش؟ علاش دي الغدر ماشي حق عليك؟ 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 الليلة لي يا الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو؟ الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو؟ الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة. الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة. واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة. إلي إلي حبيبي ديالي فينو؟ مول النخوة سيدي حبيبي زاني مالو لساني. إلي إلي حبيبي ديالي فينو؟ الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فينو؟ يا سينيتي وكيسانها بكبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي. سي يا
يا سيدي فيك جناب كبريتي نمحبا بالخاطر وكلتي اللي بغيتي مول الشوا سيدي حبيبي جاني مالو لساني عيدي عيدي حبيبي ديالي في الهوا عيدي عيدي حبيبي ديالي في الهوا ولفي ولفي قولي انت نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد. فنيت مليعت المحبة نكدي طال فنيت مليعت المحبة نكدي طال سبغ نجانال تعال يا مالو راني هاي مهمين نترجع للخانة ونسال عليه من سباني بنجال ما بيا غير خيال مشتاق خيال الو
صح لما الفاها قرعت على الغاز شو تحطها ورايا بطن رمال طبقها ولا تجيبك فدية ما تطبقش حد شيء دخلها بالعقل وفراد نروح هكا هكا ما برالي ما برالي بعد ما نويت وبريد جراحي طالو يا يو حتى يهولوني نعود مصاهر الليالي الليالي شاطنات بالي شاطنات بالي هدو غير شب زادوا للقلب هوان بيهم شتون كيف رادوا قدر نعمل غني العالي غني العالي سبقي وحدين صرفوني وفامي جالي هدروني يا هلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي أهلوني يالي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي لازم الصبر صبري صبر العيس في الليالي في الليالي يتغرع ساكني وينتق من غير حوالو لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي رايحين لالي شاكي باكي من هموم قليبي وهواني طرموا للغرام تايه طرع عقلو يعود سالي يعود سالي ترى يبقى هميم هايم لا ما يزال غرام مصيبته مصيبة وصغا يا ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سو لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي دماغي دان على الحبيب لا بيرتالو اعذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي
ديالي ولا شتروني هكذا فحالي هكذا فحالي سير وخلي وكل حالي سير على حالي طوع كسرى على نصال وما قسى عني الهلالي عني الهلالي طوع سيف الغلام والعب سيوم تالي يضحك عندك سيوم تحير شو راح يقول لك ها؟ هايو كني نحسب فيها شوية رخيصة اه نورمال من هير شو على بالي بالعقلية كيف تعيش يا اخويا تعيش بخويا صح اسمها اخويا بعقلك ما كاش مشكل ساعد روحك كاها وزارة التجارة وتربية الصادرات الطيب زيتوني على ضرورة احترام هوامش الربح في بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية. الوزير زيتوني وخلال إشراف على إطلاق الأسواق الجوارية لبيع الأدوات المدرسية بولاية الودية أكد على ضرورة تقريب المنتج من المستهلك من أجل القضاء على المضاربة. وتغطية رضوان رمضان أكد وزير التجارة وتربية الصادرات على انخراط الكثير من المتعاملين الاقتصاديين ومشاركتهم في أسواق ومعارض الجوائز المدرسية من أجل أسعار معقولة. نحن اليوم إلى ما يقف اليوم في المعرض على المستوى الوطني لضم حوالي 1352 متعامل اقتصادي. هؤلاء طلبنا منهم أن يمشوا مباشرة إلى هذه المعارض أولا لتقليل الوساطة، ثانيا للقضاء على المضاربة، ثالثا لتقريب منتج من المستهلك مباشرة بأسعار معقول. وشكر الوزير زيتوني كل المتعاملين على تخفيضهم لأسعار اللوازم بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بالسنة الماضية، وفي حال عاد الاحترام يتم تسعير ثم الأسعار بقوة قانونية. سلام الدخلة تتواصل عملية ضخ كمية كبيرة من اللحوم البيضاء المستوردة على مستوى نقاط البيع التي خصصتها الدولة بأسعار تنافسية وهو ما استحسنه الواردون. المجتمع يرتي أخلص شركة المدير الجهوي للتجارة بالبوليدة سيدة سامية عباسية عن الشروع في تسويق الدجاج المستورد بأسعار مقننة على مستوى 3 نقاط بولاية عين الدخلة. هناك وضع الآن ضخ كمية جدا من الدجاج المواطنون أعرضوا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تنمي إلى جعل هذا المنتوج متناولهم. تبقى مجهودة الدولة متواصلة لدعم ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من استهلاك لحوم صحية ومراقبة. من الإذاعة الجزائرية محطة عين الدخلة رسالتكم رتبة خلاص. وآخر أخبار الجريدة المحلية التي أخرجت عاتق بسباس وأخرجت بث مباشر صفحتين وهذه قراءة العناوين.
في اليوم الوطني للمجاهد وزير المجاهدين وذوي الحقوق يؤكد من عند مشانت أن المناسبة تخلد القوة والحنكة الثورية والدبلوماسية لقادة الثورة. وبالمناسبة إطلاق مشاريع تنموية وأخرى تدخل حيز الخدمة بولاية معسكر بتنا وسيدة. وزادت اليوم السادس من عمر الحملة الانتخابية للرئاسية المقبلة يوم التكوين لفائدة معتري العملية الانتخابية بولاية أدرار ومبادرة تحسيسية بميلة لتحفيز الشباب على المشاركة القوية والفعالة يوم 7 سبتمبر. تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وزير التجارة يشدد من المدي على تقريب المنتج من المستهلك واحترام هوامش الربح للمتعاملين الاقتصاديين للقاء. الجزائر عبر أثير الإذاعة الجزائرية. تنوع وتفاعلية. فضاءات ثقافية وسياحية. فسيفساء جزائرية. من الإذاعات الوطنية. الموضوعاتية. والجهوية. عبر أثير كل حاضرة الدور معبر إلى كل حر في وطنه حر وكل حر يقاوم الاستعمار إلى أحرار الجزائر وأحرار فلسطين الشهداء مصر المصطفى المختار.
عسعس نجم الدجاع على لي الحال على فجر الاثنين بعد حر صيف الاستعمار في خريف الربع والخمسين بعد قرن وربع من الاحتلال زاد نوفمبر بعد مخاض وصب ومع الفجر صاح الشعب الله أكبر هلل وكبر طار وقرر وعبر واكتب الدم نوفمبر نوفمبر جل جلال كثير أنست الذي كثير نوفمبر جل جلال ألست الذي مثلنا سبحنا على لجج انتمانا وللنصر رحنا نصب السفينة وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الخالق ونلهم ثورتنا مفتعانا ونلهم ثورتنا مفتعانا ستلهم ثورتنا العالمية تسخر جبهتنا بالبلايا فنسخر بالحب والصبر عشر شهور من التضحيات الجسام ومقاومة وإصرار أربك الثوار المستعمر فقرر العدو ضرب حصار على الأوراس مهد الطور جمع قوات وعتاده وجند المرتزقة الأوروبيين انشر الفوضى والدمار في كل القرى وكل تشور الأوراس من أجل إخماد نار الثورة لكن هيهات يزقر أسدس من بوزيغور وكوال مستعمر بالصهور ونزل على العدو غضب ورعور في ذاك اليوم المشهور فجر هجوم على كل الشمال على كل الشمال القسنطيني في منتصف النهار سبت من 20 أوت 55 في وقت لم يتوقع الاستعمار على امتداد قسنطينة وقالمة حتى الجيجة إلى سكيكدا وصول العنابة والإدوغ شاهد على بنعودة والطوار وسود الجزائر الحرام استمر القتال 3 أيام على كل الجهات والجبهات فرنسا تلفت الأحساب حكمة زيغود والجنود نزلوا في العدو الرعب والخوف حرقوا حقول الكورون وخربوا محصول ومزارع المعمرين هجموا على التكنات والمراكز ومخازن الأسلحة وغنموا والتاحوا بالجبال فك الحصار على سي مصطفى وطوار الأولاد وتكتب للطور عهد جديد وجبهة التحرير الممثل الوحيد والتف الشعب على الطورة وقرر يا الشهادة يا الانتصار والشعب على العهد الوحيد يا
تامين هنزيد كم؟ 15. صمام الجرج رشام خأرض الأحرار اجتمعوا الخاوة عرضوا حصيلة العمليات ومراجعة ودراسة الأوضاع والمخطط من خلال المؤتمر خارطة طريق جديدة بعد المشاورات خرجوا بالبيان سطر غير عمرك يا أختي كمش نحب نهز كاين واحد يسمع فيا فكوني في يديها ما دون حبسك شوية ليها وتعادوا على الاستمرار في طريق مش قدامهم يا
العربية اختاروا بيهم عود علامنا عليها نشباوي هلال من الوار بدون الشمال تونس شكلنا فعندها ما يقطيب لنا خدمة الواجبة شايعوا هنا سمر الأمان جزائر زينة البركان جزائر جزائر الحبيبة الشهادة سياد النيف والشهامة عندهم عنوان قهر وكل طامع لا شب نهاد الشامخة الحرة شقوق الشجعان سنجاق يفلت والنجمة تصادي وحداد الإسلام والفرسان الشعب سيد هو الإيمان يبني ويشيد في كل مكان واكتب إيادة بلا حمل مجادي واختم بالنوفمبر كان البيان الله يحميك يا البيضة بلادي تحيا الجزائر زين حرية والاختيار بيدك ساهم في تثبيت المحارب الفرق بطبيعة الحال الاستحقاق الانتخابي هو واجب الشباب هو مجند لإنجاح هذا العرس الوطني في 7 من سبتمبر رفع نسبة المشاركة لأنها تخدم الصالح العام وتخدم التنمية المحلية الانتخابات راهي حاجة لحظة ما بين الاستقرار ذا وشو وجه يريد التعامل إن شاء الله نلقاها خير بربي إن شاء الله نشوف السنة الصندوق إن شاء الله 7 سبتمبر بقوة الانتخابات الرئاسية المسبقة السبت 7 سبتمبر 2024 يشهد عدم إعادة التهيئة ليتم توسعتها لاستيعاب أكثر من 290 سيارة أجرة ما بين الولايات. إلى الأخبار المتعلقة برئاسية 7 سبتمبر القادمة حيث أذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء
بإلزامية قيام كل مترشح للانتخابات الرئاسية يوم 7 سبتمبر بفتح حساب بنكي للحملة الانتخابية يتضمن كافة الإيرادات والنفقات، حيث قد يؤدي سوء مسك الحساب المذكور إلى رفض التعويض لاحقا. وأشارت السلطة في بيان لها إلى أن المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات تنص على إلزامية فتح ومسك حساب الحملة الانتخابية من قبل كل مترشح للانتخابات الرئاسية تسند مهمة إعداده إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح. هذا ويواصل المترشح رئاسية مسبقة جولاتهم الانتخابية في اليوم السادس من عمر الحملة الانتخابية، لقاءات جوارية وتجمعات شعبية لاستمالة أصوات المفيدين وإقناعهم بضرورة المشاركة في الاستحقاقات القادمة والتصويت لصالح برامجهم الانتخابية التي تنوعت بين تكريس الطابع الاجتماعي للدولة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاستجابة لتطلعات الشعب. شرعت اليوم مديرية التجارة لولاية عمابة في فتح فضاءات ونقاط البيع والعرض لمختلف المستلزمات المدرسية استعدادا للدخول المدرسي القادم. حسن مبروك رئيس مصلحة لمديرية التجارة يتحدث في هذا التسجيل إلى المجلس. الأحوال الجوية.
إذاعة الجزائر من عنابة. بالإبلاغ عن أي حادث في المياه الإقليمية وعلى طول شريطنا الساحلي، القوات البحرية الجزائرية تضع الرقم الأزرق 1054 لنداء الاستغاثة تحت تصرفها، فلا تتردد، الرقم الأزرق 1054 لنداء الاستغاثة مفتوح أمامكم كل يوم وعلى مدار الساعة. حرس السواحل قواتنا البحرية الجزائرية دائما إلى جانبكم. التاريخ والسياحة إلى الشباب حامل الأفكار والمشاريع الابتكارية.